الخروج بنتيجة إيجابية ومشرفة هو هدف رفقاء فيصل فجر اليوم أمام المنتخب الإسباني، ليرسلوا إشارات مشفرة إلى من يهمهم الأمر بأن المنتخب المغربي كان يستحق التأهل لولا الأخطاء التحكيمية القاتلة للحكم الأمريكي في مباراة البرتغال. فليؤكد المنتخب الوطني المغربي الأداء الجيد أمام المنتخب الإيراني والمنتخب البرتغالي في المباراتين السابقتين أما أن منتخب لاروخا سيكون له رأي آخر. كل هذا وذاك سنتعرف عليه في برنامجكم كاب مونديال، ومعي أنا عبد اللطيف بالخيدر. توقعاتك لنتيجة اليوم أمام المنتخب الإسباني؟ خسارة المنتخب المغربي 2-1، ربما 3-1 على حسب. لماذا؟ هو لأن المنتخب ديال الإسبانيا قوي بزاف مقارنة بالمغرب، مي كوميم المغرب بعدا دوز واحد التورنوا اللي مزيان، شرفنا ولعب مزيان بصراحة، ما وافقوش الحظ وصافي. بالنسبة للمقابلة اللي فاتت ولا المقابلة الأولى، طبعا هذيك التحكيم والمقابلة اللي فاتت جا التحكيم ضده، مي كوميم مزيان. دابا لا مشاو عاد التعادل في هذه المقابلة، راه بخير من اللي هذا، راه مزيان. هو بصراحة يستاهلوا يدوزوا الدور الثاني، كان طاح في مجموعة اللي تكون ناقصة في النيفو ديالها، عندها شي منتخبات بحال مثلا مصر ولا السعودية كانت تدوز للمغرب. كتوقع المنتخب الوطني المغربي يغلب النتيجة 2-1 رغم صعوبة اللقاء؟ منتخب إسباني قوي بزاف، الدوري الإسباني أقوى دوري في العالم، لذلك كنتوقع منتخب هذا العام منتخب آخر، أول مرة كنشوفوه، عندهم لاعبية صحاحين بزاف. ورأيي حول هذه المباراة كنظن بأن المنتخب يغلب نتيجة 2-1. بسم الله الرحمن الرحيم. التوقع ديال مباراة المغرب المنتخب الوطني ضد المنتخب الإسباني، كنتوقع انا خساره المنتخب المغربي 2-1 3-1. توقع السبب لان المنتخب الاسباني ملزوم عليه داخل المباراه خصو يغلب التاهل الدور الثاني، يعني مباراه جد صعبه، ولكن نتمنى خير ان شاء الله يكون اول 3 نقط المنتخب المغربي. صراحه الاداء ديال المنتخب الوطني كان مشرف هذا كاس العالم هذه في مباريات الولا، كنتوقع ان شاء الله مع اسبانيا نخرجوا بشي نتيجه مشرفه وما نخسروش، على الاقل ماركيو شي هدف ولا شي حاجه، ان شاء الله يكون الغول ولا على الاقل التعادل ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. وصراحه الاداء كان جد مشرف، كنشكروا المنتخب الوطني وكنشوفوا بلي ان مستقبلا ان شاء الله يكون عندنا واحد منتخب وطني اللي غادي يشرفنا في البطولات القادمه ان شاء الله يا ربي. شنو كتوقع نتيجة اليوم أمام المنتخب الإسباني؟ كنتوقع اليوم النتيجة أما تكون 2-1 عند المنتخب الوطني، وتبقى نفس النتيجة اليوم عند إسبانيا، ونتمنى نربحوا باش نفرحوا ريه هذا اليوم. ديما مغرب. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنعتقد باللي المنتخب الاسباني هو منتخب مرشح باش انه يدي كاس العالم، غير كان المنتخب الاسباني في نظري انا الشخصي ما بقاش ذاك المنتخب اللي بحال اللي كنعرفوا في 2010، لان في 2010 كان كيتوفر على تقريبا 9 الملاعبيه ديال برشلونه اللي داو 6 ديال الالقاب، وبالتالي يعني انا في نظري انا مستوى المنتخب الاسباني هو يعني ماشي واحد مستوى كبير، وبالتالي حنا طموحنا اننا بعدا نقدموا يعني مباراه يعني مزونه مع هذا المنتخب هذا، اللي يحفظ ماء وجه ديال المنتخب ديالنا، لانه ما يستحقش يعني بهذا المستوى هذا انه يخرج في هذه الادوار. وبالتالي انا كنتوقع مادام دابا كاين 1-1 كنتوقع ربما يعني اذا الاخوه يعني اللعابه ديالنا يعني لعبوا بواحد كملوا بهذا الحماس هذا، ربما يكون عندنا شي حظوظ هذا ونماركيو الهدف شي هدف يعني هذا ويكون الفوز ديالنا، او ربما اذا خسرنا يعني تكون ماشي شي خساره ثقيله، تكون شي خساره 2-1. وبالتالي انا كنقول بان المنتخب ديالنا على الاقل هو افضل يعني الفرق هنا اللي كاينه في الفرق العربيه اللي مشاركه هنا في المونديال. عمل شي نتيجه زعما لعاب ضخم، لعب مزيان مزيان لا لعبوا تبارك الله، زعما المغرب شي حاجه. اليوم نتمنوا الرباح 2-1 ان شاء الله للمغرب، ان لاعبين مزيان بطوله كامله لعبوا مزيان، وكنتمنوا الرباح صراحه 2-1 ان شاء الله للمنتخب المغرب، واصلا الاداء مزيان، انت شتي كيف لعبوا في الشوط الاول
والصوت الثاني ان شاء الله الرباح الفوز، ولان طيله البطوله لعبوا مزيان اي الحظ ما حالفناش وصافي. والتحكيم ظلمنا بيان سور، لان ديك التقنيه ديال الفيديو ما استعملوهاش في المباريات ديال المغرب، استعملت المباريات كاملين كانوا استعملوها كره ربحنا البرتغال ومنا شي حاجه في البطوله. دابا الكره انا لاعبين للتأهل، واصلا لاعبين مزيان واخا اسبانيا اللي مرشحه تدي البطوله ومزيرينها دابا وماركينا عليها، وكنتمنوا الربح الصوت الثاني ان شاء الله 2-1 ان شاء الله المنتخب المغربي. ما رايك في نتيجه المباراه هدفين لمثلهما؟ كيف كان اداء المنتخب المغربي في نظرك؟ مزيان الحمد لله، مهم هي المشاركه وصاف الحمد لله، مهم حنايا دائما مغرب دائما مغرب. كيف رايت مباراه اليوم امام المنتخب الاسباني؟ الحمد لله واخا تعادلنا نتيجه موفقه وعذبنا اسبانيا عذبناهم خليناهم كيعانيو الحمد لله في المغرب. مغرب خاب كاغ بكم يا الحمد لله باغب باغب يا منتخب الحكم صفاره هو الكره ما بغاتناش السلام، ولكن كيبان في التحيز في كاس العالم دائما الحكام اي حاجه على المنتخب كلاس بي كلاس سي كيحطوا لهم. يعني كانت بان لك بانهم خصهم يطلعوا اسبانيا والبرتغال ضروري معروفه المنتخبات كبيره حتى التحكيم كان متحيز لهم وشرفونا داروا الكره مزيانه وربحنا منتخب ونموتوا على الدرابو وما نموتوش على اللاعب. انا نيجيري وخالق ومربي هنا، الوالد نيجيري الوالده مغربيه وديما المغرب، كان المهم شويه التحيز على المغرب مع المغاربه ان شاء الله نيجيريا ان شاء الله ان شاء الله ما جابتش المغرب تجيبها نيجيريا ان شاء الله قلبي هنايا ولي عين ماشي مشكل. المهم السلام عليكم خوتي، المهم اليوم كنباركوا المنتخب حيت تعادلات ما مكتبش لها، المهم ما عطفتش لها كيف ما تيقولوا. المهم العقبه ان شاء الله كاس العالم ديال 2022 وتحيه لخوتي فواسا والسلام عليكم. إذن نهاية مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره المنتخب الإسباني بالتعادل الإيجابي هدفين لكل منتخب، أداء مميز كان للمنتخب الوطني المغربي في المباراة، خروج من المونديال ولكن خروج مشرف بأداء مميز من أسود الأطلس. كان معكم عبد اللطيف بالخيدر لقناة كاب 24 تي في وفي برنامجكم كاب مونديال.